بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حنواصل مع اللي هو الاستقراء الرياضي او ماثيماتيكال اندكشن. بدانا بدايه يمكن مقدمه قصيره في المحاضره الماضيه، اليوم ان شاء الله حنشوف بالتفصيل مع بعض الامثله. وهذه المهاره او هذه الطريقه من طرق البرهان الرياضي طريقه مهمه جدا. طبعا هي خاصه بنوع معين من الستيتمنتس، بنوع معين من الستيتمنتس. فاحنا بنتعامل مع statements for all n b of n. فاذا اول ملاحظه ان هي بتبرهن اللي هو تقارير تحتوي على مكمم الشمول for all. هذا هو الشرط الوحيد؟ لا، في كمان شرط، بدنا اليونيفيرس يبدا من عدد صحيح معين n0 ويمشي على التتابع n0 plus 1 n0 plus 2 وهكذا. طبعا مبدئيا حناخده U تساوي الناتشرال نمبر كبداية، كبداية يعني هنبدأ N0 تساوي 1 بعدين هنعمم، لكن هذه هي الصورة العامة. لكن احنا كتسهيل هنبدأ انه N0 تساوي 1 وبعدين هنعمم. نسترجع مع بعض ماذا بينص اللي هو Principle of Mathematical Induction، مبدأ الاستقراء الرياضي. بقول لي عشان أثبت انه هذه الجملة صحيحة بدي خطوتين رئيسيتين. الخطوة الأولى أثبت أنه نقطة البداية اللي هي إذا كانت اليو بتساوي الناتشرال نمبر فبدي أثبت بي أوف 1 إز ترو. طب لو كانت اليو بتبدأ من أن زيرو بدي أثبت أنه بي أوف أن زيرو إز ترو، في عندي نقطة بداية. فالخطوة الأولى بتقول لي في عندي نقطة بداية بسموها إيش؟ البيس ستيب، الخطوة الأساسية، الخطوة الأساسية. بعدين في عندي شرط ثاني وهو جملة شرطية، إذا كانت الستيتمنت صحيحة عند الكي لازم تكون صحيحة عند الكي بلس 1، جملة شرطية. فدول هما الشرطين، b of 1 is true اللي ممكن نستبدلها ب b of n0 is true بشكل عام، بشكل عام. والشرط الثاني جملة شرطية، إذا كانت صحيحة عند الـ k فهي صحيحة عند الـ k plus 1. ويمكن زي ما احنا شبهناها لو في عندنا ايش؟ إنارة، عدة لمبات، عدة اللي هو مصادر للإضاءة، فأنا بهمني أول واحدة أشبكها بالمصدر الكهرباء بإيش بفيش الكهرباء اللي هي بي أوف 1 أو بي أوف أن زيرو، فبي بداية. بعدين إذا ضوت الأولى الثانية بتاخد كهرباء منها، بتاخد كهرباء منها، والعاشرة بتاخد من التاسعة، والكي بلس 1 بتاخد من كي بشكل عام، ال 101 ليش بتضوي؟ لأنه بتاخد كهرباء من ال 100 دور وهكذا. وواضح الشرط الثاني بهذا المعنى، بهذا المعنى. فهذول هم الشرطين، حنشوف كيف بنطبقهم بالأمثلة وكيف نستخدمه في البراهين. فهنا عندنا المثال الأول. طبعا قلنا احنا أي statement على صورة for all n b of n واليونيفيرس مبدئيا حناخده الناتشرال نمبر، وممكن بعد هيك نعمم. البداية مش ضروري تكون واحد، ممكن تكون أي عدد صحيح آخر، ممكن تكون صفر، ممكن تكون سالب خمسة، ممكن تكون عشرة، ما فيش شرط. لكن نبدأ بالتبسيط أنه البداية تكون الواحد. فطبعا هناك انواع متعدده من هذه الستيتمنتس اللي بتحتوي على المكمم فور اول وبتحتوي على اللي هو عدد صحيح ان، عدد صحيح ان. على سبيل المثال بعض المتطابقات اللي بتحتوي صيغه قانون للجمع، لو بدي اجمع الاعداد اللي على صوره 3 جي ناقص 2، 3 جي ناقص 2 بدي اجمعهم من جي بتساوي 1 الى الان بدي اجمعهم، بقول للقانون انه الجواب على طول من غير ما تحسب هو نص الان في 3 ان ناقص 1، هذا قانون. طب كيف بدنا نثبته؟ طبعا بنطلع انه هذا عباره عن ستيتمنت على صوره فور اول ان واليونيفيرس هو الناتشرال نمبر بي اوف ان. فخلينا نبدا الحل مع بعض، خلينا نبدا الحل مع بعض سوليوشن. فاول شيء وي هاف تو بروف، خلينا نكبر الخط شويه. We have to prove the statement. اللي هي ايش؟ B of N وهي عبارة عن ايش؟ summation J من 1 ل N 3J ناقص 2 تساوي نص في N في 3N ناقص 1. لمين بدها تكون صحيحة؟ for all n تنتمي لليونيفيرس اللي هو مين؟ مجموعة الأعداد الطبيعية. فهذه هي الستيتمنت.
بعيد صياغة السؤال مرة تانية عشان أأكد. فإحنا في عنا صورة for all and b of n بس كتبناها بالشكل العامي، حطينا for all بعد الستيتمنت، بعد الستيتمنت مش قبلها، كله صح. فهذه على الصيغة اللي حكيناها for all and b of n. مين اليونيفيرس في السؤال؟ الناتشرال نمبر. مين الاوبن سنتنس بي اوف ان؟ اللي هي الصميشن جي من واحد لان 3 جي ناقص 2 بتساوي نص ان في 3 ان ناقص 1. واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ تمام. بدنا نثبته هذا، فهذا مثال ممكن نثبته بالاندكشن لانه على صيغه فور اول ان بي اوف ان والان ناتشرال نمبر. في عندنا خطوتين رئيسيتين، فحنبدا بالخطوه الاولى. واحد، بدنا نثبت انه بي اوف 1 از ترو. وي will show that b of 1 is true. فهذه الخطوة الأولى. هذه الخطوة خطوة أساسية لا غنى عنها لكنها سهلة، ويمكن المثال تبعنا بيساعدنا. هل جيت احنا مين أصعب خطوة؟ بدنا كهربائي يمد لنا اللمبات ويشبكهم، لكن عشان نشغل بدنا أي ولد صغير ممكن يشبك الفيش وانتهى. فهذه الخطوة هي ايش؟ نشبك الفيش، يعني ندي مصدر لأول لمبة وبعدين كل لمبة تاخد من الثانية. فإذا هذه عملية سهلة لكنها أساسية، وإلا كل شغل الكهرباء حيروح إيش؟ سدى، لأنه إذا ما شبكناش. لكن هو شغله الرئيسي والأساسي والصعب، لكنه ملوش فايدة إذا ما فيش مصدر كهرباء يوصل لأول لمبة. تمام؟ فنثبت إنه بي أوف 1 إز ترو. طيب خلينا نشوف إيش هي بي أوف 1؟ ما هي بي أوف 1؟ إيش؟ نفسرها نقطتين فوق بعض. وانتبهوا للرموز، بحطش يساوي لانه هذه مش مقدار رياضي يساوي، ولا تكافؤ لان هي مش ستيتمنت. بي اوف 1 ستيتمنت؟ لا. بدنا نفسر ما هي بي اوف 1. هذه قلنا بي اوف ان، هاي نقطتين فوق بعض، بنعوض عن ان بواحد. اذا بي اوف 1 بدي اثبت انه سميشن جي من واحد لواحد 3 جي ناقص 2، ولا 3 في 1 3 جي، لانه ببدل عن ان، هي بي اوف ان ان ايش تساوي؟ نص في واحد في ثلاثة في واحد ناقص واحد. هذا ايش ماله؟ بدي اثبت انه ترو. هاي بي اوف 1 بدنا نثبت انه هذا يكون ترو. هذه عبارة عن متطابقة. وقت ايش بيكون ترو؟ اذا اليمين ساوى اليسار، اذا اليمين ساوى اليسار ايش نعمل؟ فك اليسار وفك اليمين بسطيهم. هذه عبارة عن سيجما. ماذا يعني رمز السيجما في الرياضيات؟ في عندي دليل جي بيبدا من البدايه وبتم يزيد واحد واحد زي اليونيفيرس، مهم جدا. تمام؟ فاذا انا بدي ابدا جي بتبدا من واحد وحتى ما تزيد واحد لحد ما توصل للنهايه اللي هي الواحد. اذا بدي ابدا من واحد وينتهي بواحد، فيش فيه الا خطوه واحده، فيش فيه الا حد واحد. اذا هذا الطرف اللي هو عباره عن ايش؟ 3 في 1 ناقص 2 بدي اياها تساوي قديش؟ نص في قديش؟ في 2. فهل واحد تساوي واحد؟ صحيح. اذا بي اوف 1 از ترو. ذس بي اوف 1 is it true. سهلة، دائما سهلة في المعظم. هي اسهل خطوة في الاندكشن لكنها مهمة، زي ما اللي بده يشبك الفيش. اي واحد فينا بيعرف يشبك، لكن قولي له اعمل شبكة كهرباء، بدنا كهربائي مختلف. واضح؟ اي سؤال؟ تفضلي. لا، هو ايش؟ هي بي وين؟ هنا عوضت جيب واحد، لانه بده يفك السيجما. بس دائما ما نتسرعش عشان ما نغلطش. هل قد قلنا بي اوف 1؟ البي هي بي اوف ان، حطينا بدل ان واحد. الان اجت الخطوه الثانيه، بدي افك السيجما. ماذا يعني السيجما؟ هي دليلي جي، ايش جي بتاخد؟ تبدا من واحد، بعدين بتزيد لحد ما توصل لايش؟ للنهايه. بدات بواحد تنتهي بواحد، اذا خلص تاخد واحد وتوقف، ولا لا؟ عوضنا جي بتساوي واحد، في فك السيجما، مش في البي اوف ان، واضح؟ فنفرق بين الحاجتين. نيجي للخطوه رقم 2، خلينا نكتبها، لان احنا في اول مثال. وي will show or want to show that ايش الشرط الثاني في الاندكشن؟ اذا كانت بي اوف كي از ترو لازم تكون امبلايز بي اوف كي بلس 1 از ترو. بي اوف كي از ترو امبلايز بي كي بلس 1 از ترو. بدنا نثبت هذه الخطوه. وين؟ مين بيسال ايش سؤال؟ تمام. فإذا هذه هي الخطوة رقم 2. نيجي نحللها، ايش بدنا نعمل فيها؟ فكتبنا النص تبع ايش؟ مبدأ الاستقراء الرياضي. بدنا نثبت هذه الجملة أو هذا التقرير. هذه الستيتمنت ستيتمنت شرطية كونديشنال،
وتعلمنا في المحاضرة الأخيرة إذا بدنا نثبت B implies Q الدايركت بروف إيش بقول؟ assume B is true. ليش؟ لأنه لو B false nothing to prove، لأنه إذا ما فيش شي وعد فيش مشكلة احنا حرين، لكن وين اللي بدنا نشتغل؟ إذا وعدنا بدنا نجتهد أو بدنا يجب علينا أن نوفي بالوعد، فوين الشغل دائما مطلوب؟ لما البي تكون ترو اللي هو هي الشرط، لازم أثبت إنه جواب الشرط يكون صحيح. كيف ببدأ البرهان؟ ستتذكروا عملنا، بنقول له أسيوم ذات الشرط إز ترو، بي إز ترو، فاحنا حنبدأ البرهان نقول له أسيوم بي أوف كي، خليني بس أفسرها لأنه هذه هي بشكل عام. في هذا المثال بي اوف كي ماذا تعني؟ بي اوف ان قلنا هذا هيك بي اوف ان، يعني سميشن جي من واحد لوين؟ لكي، بدل ان بحط كي. 3 جي ناقص 2 ايش تساوي؟ نص في كي في 3 كي ناقص 1. هذا مهم جدا، هذا سموه ايش؟ اندكشن هايبوثيز. حنشوف كيف دوره بيلعب. اسيوم ذات بي اوف كي از ترو. ايش مطلوب؟ اثبت انه بي اوف كي بلس 1 از ترو. وي هاف تو شو ذات بي كي بلس 1 اللي هي ايش عباره عن ايش؟ برضه ايش؟ نفسرها. سميشن من واحد لوين؟ لكي بلس 1. 3 جي ناقص 2 بتتغير؟ ما بتتغيرش. ايش بتساوي؟ نص في قديش؟ في كي بلس 1. افتح قوس 3 في كي بلس 1 ناقص 1. فكل وين في ان بنعوض عنها كي بلس 1. لما نحط عن بي اوف كي بدل ان بنعوض كي، وهكذا. واضح؟ تمام. اذا هذا هو الشرط الثاني وهذا تفسيره. تمام. اذا قبل ما نثبت هذا الكلام، الان كحاله خاصه كيف نتعامل مع السيجما مع السميشن، وكيف نثبت اللي هو خطوه الاندكشن هذه، خطوه الاندكشن. طبعا هذه متطابقه، ممكن ابدا من اي طرف اوصل للثاني. كقاعده عشان نوصل نبدا من الطرف اليسار، نبدا من السيجما اللي هي فيها امكانيه انه ليش نشتغل ونبسط ونطلع بنتائج، في حاجه ممكن نعمل. فحنبدا من الطرف اليسار. ناو الطرف اليسار جي من 1 لكي بلس 1 3 جي ناقص 2. وين؟ لا، الكي معطى، يعني الكي معطى، صارت اندكشن هايبوثيز معطى. لانه ايش بقول؟ اذا كانت بي اوف كي از ترو لازم تؤدي انه كي بلس 1 از ترو. هذه جمله شرطيه. قلنا لو كان البي اوف كي فولس اذا دائما الجمله الشرطيه ترف، اذا ما بديش مطلوب مني شيء. طب انا ايش وين شغلي مطلوب؟ اذا كانت البي اوف كي ترو، ايوه اسيوم اتس ترو، ايش لازم اثبت؟ لازم اثبت انه صحيحه عند كي بلس 1. فهذه جملة شرطية، فهذا دائما لازم نتعلم. هذه مبدأ أساسي من مبادئ الرياضيات اللي احنا اشتغلنا عليه كل الأسابيع الماضية، 3 أسابيع على الأسبوع الرابع احنا في المسار. فهذا بنتعلم أي جملة شرطية عشان أبرهنها أنها صحيحة، بفترض أنه الشرط صحيح وبأثبت أنه جواب الصح أنه صحيح. واضح؟ تمام. نيجي نشوف هذه السيجما. طبعا خطوة عامة في الاندكشن لازم واحنا بنشتغل عشان نثبت انه بي اوف كي بلس 1 از ترو، لازم نكتبها بدلاله الخطوه السابقه بي اوف كي، لازم نستفيد من هذه الخطوه اللي هي بسموها اندكشن هايبوثيس. هذه قاعده عامه، اذا انت برهنتي وما استخدمتهاش 99% حلك غلط، بديش اقول 100% لانه ممكن يكون، فلازم تكون المعطى نستفيد منه، لانه زي ما حكينا في الرياضيات فيش حاجه بتعطوا ديكور ولا تزويق ولا زواج ولا تجميل، لا كله لضروري، كله ضروري لازم نستخدمه، فهنا بدنا نحاول نكتب هذه بدلالتها. ممتاز. طيب هذا مطلوب، المعطى هو سيجما بس واقفة عند الكي، فالسؤال المطروح هل بقدر اكتب السيجما اللي واقفة عند كي بلس 1 بدلالة السيجما اللي واقفة عند الكي؟ نعم، لأنه هذا لو بدنا نفكه، السيجما هذا رمز في الرياضيات، مين حقيقته؟ المفكوك. لو فكناها هذه، خليني عشان أول مثال بدي أعمله بالتبسيط وبالتفصيل الممل. هذا ايش معناته هذه السيجما؟ يعني عوض جي بتساوي 1 بتصير 3 ناقص 2، بعدين عوض جي بتساوي 2 بتصير 6 ناقص 2 اللي هي ايش؟ 3 في 2. متابعين معي ايش معناته السيجما؟ طيب زائد ايش بعده؟ بنعوض جي بتساوي 3 9 ناقص 2 وهكذا. مين الحد الاخير؟ عشان بدي اكتب اللي قبله بهمني. بدي اعوض عن جي بكي بلس 1
اذا 3 ب كي بلس 1 ناقص 2، ومين اللي قبله؟ كي ناقص 2. ما هم بمشين بايش؟ بالترتيب. واضحه هذه السيجما؟ هيك معنات السيجما، هذا تعريف السيجما. اذا فهمناه بحنفهم اللي بعده. فمعنات سيجما بدت من 1 بعدين بتاخذ ايش؟ 2 3 وين بتوقف؟ لنهايه الصميشن، مثلا بسموه ايش؟ ابر باوند اوف صميشن، بتتذكروا من تفاضل الف بسميه الحد الاعلى للمجموع، والبدايه بسموه لور باوند، الحد الادنى للصميشن هي نقطه البدايه. تمام. انا بدي اكتب السيجما للكي، مش معناته؟ معناته خذ كل الحدود لعند الحد قبل الاخير مع بعض، وخلي الحد الاخير لحاله، هيك معناته. يعني هذا ايش معناها لو بدي افسرها؟ يعني معناها ايش؟ حط جي بتساوي 1 واثنين وثلاثة، وين توقف؟ عند الكي، يعني بدي اوقف عند هنا. بينفع اعيد كتابة هذا الكلام، يعني اشغل هدول كلهم احطهم في سيجما وهذا خليه لحال؟ بينفع، لانه من خواص السيجما او من اللي هو فوائد السيجما واستخداماتها. تمام. اذا نعيد الكتابة. اذا هذا ممكن اكتبه على صورة سيجما من 1 لكي 3 جي ناقص 2، هذا مين معبر؟ عبر عن كل الحدود. طب وهذا ايش؟ لحاله. زائد 3 كي، ايش نبسطها هذه؟ 3 كي زائد 1، لانه 3 كي زائد 3 ناقص 2. اذا هذا كتبناه لحاله وبسطناه، مش حمشي لما تكون كل واضح، لانه هذا يعني اللي بنشرحه بالتفصيل الان بنكررش بعدين، لانه هذا اول مثال. متابعين؟ تفضل. واحدة واحدة. ليش ما بنستخدمش سيجما للثانية؟ لأنه واحد، احنا ليش بنستخدم السيجما؟ بنستخدم السيجما للتعبير عن مجاميع حدود كثيرة للاختصار، فلما يكون حد لحاله بحط له سيجما ليش؟ ممكن أحط له سيجما بس مش فيش منه فايدة، بدي أحط له ساعات سيجما ايش؟ جي من كي بلس 1 لكي بلس 1، فما لهش فايدة. غيره، تفضل. آخر شيء عملته. هي السيجما فكيتها، هي مفكوكة، واضح؟ بتعرف يتعامل مع السيجما. تمام. قلت انا بدي استفيد من هذا المعطى اللي هو ايش؟ بسموه اندكشن هايبوثيسيس، اللي هو معطى الايش؟ الاستقراء. طب هذا ايش ماله؟ بتحدث عن سيجما من 1 لكي، السيجما اللي عندي من 1 لكي بلس 1. فسالت نفسي السؤال التالي، هل بعيد صياغه هذه واعملها سيجما عند كي؟ ممكن اذا اخذت الحدود من 1 لكي وسبت الاخير لحال. فهذا لو فكيتي هذا بمعنى اخر بتوصل الى هذول كلهم ولا لا؟ لو فكيتيه السيجما. اذا هذا بيساوي هذا صح؟ وهذا لحاله التير. متابع معي؟ مرة ثانية عيب. يمكن أنت من هاللهان مش شايفة. صعبة عليكي، ماشي. طب فكي من هاللهان، لو بدك تفك السيجما ايش بدك تعملي؟ جي تساوي 1 صح؟ جي تساوي 2، مين آخر واحد؟ جي بيساوي كي. إذا هدول الحدود كلهم مش بيساووا السيجما هذه. وضحت؟ وهذا هو الحد الأخير. أي سؤال؟ فإذا دائما وأبدا أنا السيجما ممكن أعيد كتابتها وأفصل منها بعض الحدود بس وإيش أكتبها صح. الشاهد مين بيقول إنه حل صح؟ لو فكيت السيجما بديني نفس المقدار، بديني نفس المقدار. ممتاز. الآن إحنا جاهزين نستخدم الإندكشن هايبوثيسيس. هذه السيجما إيش مالها؟ هي بتساوي هذا المقدار لأنه معطى. قول لي أسيوم يعني إنه هذا ترو. اتفقنا في البرهان إنه المعطيات إيش مالها؟ ترو، كلها ترو، فإذا هذا أصبح ماله ترو، فماذا قلت له أسيوم يعني هذا صار إيش؟ متفق على صحته، متفق على صحته. إذا الآن هذا يساوي إيش بيساوي؟ نص في كي في 3 كي ناقص 1 زائد هذا ينزل زي ما هو. من وين جبت الخطوة هذه؟ باي إندكشن هايبوثيسيس. فنقول له هنا من وين جبنا هذه؟ من الإندكشن هايبوثيسيس. هاي دليلنا. بديش أنا أكتب كل الأدلة لأنه في بعض أمور متعودين عليها من خواص السيجما وهذه الأمور قديمة. الآن مرة ثانية بعد ما فكينا السيجما وحطيناها في صيغة تخليني أقدر أستفيد من الإندكشن هايبوثيز، استخدمنا الإندكشن هايبوثيز. هاي الإندكشن هايبوثيز بقول للمجموع من 1 لكي بيساوي نص في كي في 3 كي ناقص 1، وهذا التيرم ينزل زي ما هو. واضح ايش اللي عملته؟ هذاك صحيح اذا استخدمته. تمام؟ الان جاهزين. احنا جاهزين ايش؟ بدنا نثبت انه هذا الكلام صحيح. بدنا نوصل هذه الصيغه. الان بدنا من الطرف اليسار بدنا نوصل للطرف اليمين. عشان نقترب منه واضح انه الصيغه هذه ايش فيها؟ فيها كي بلس 1 عامل مشترك. فنحاول ناخذ كي بلس 1 عامل مشترك من هذا. نبسط عمليات حسابيه ما تبقى. 3
هذه يعني عباره عن نص، ناخذ النص عامل مشترك لانه بدي نص برضه، بتصير ايش؟ 3 كي تربيع ناقص كي زائد، اذا النص عامل مشترك ايش بدي اضرب هنا؟ في 2 زائد 6 كي زائد 2، وحتى المقامات اضربه في 2 وقسمه على 2، تمام؟ انبسط كمان شويه، 3 كي تربيع زائد 5 كي زائد 2، مظبوط؟ طب انا ايش بدي؟ بدي كي بلس 1 عامل مشترك، احلل وانا عارف انه كي بلس 1 لازم تكون عامل مشترك، بينفع؟ ايش بده يتم؟ 3 كي زائد 2، مظبوط؟ لانه هذه 3 كي تربيع، اذا هذه كي ايش بده يتم؟ 3 كي، هذه 2، 1 ايش بده يتم؟ 2، هل قد اتاكد انه التحليل صح؟ اضربيهم بيطلع صح ولا مش صح؟ طب هل هذا بيساوي هذا؟ طبعا، لانه 3 كي زائد 3 ناقص 1 وهو المطلوب اثباته. اه، فاذا B of K plus 1 is true. وانتهى البرهان. وانتهى البرهان. في أي سؤال؟ في أي استفسار؟ هذا أول مثال. إن شاء الله حنأخذ كمان مثال برضو على السيجما. إن شاء الله الأمور بنعيد الخطوات. والأمر اللي فيه أي مشكلة إن شاء الله مع التكرار يكون أوضح. فهذه هي الخطوات. في عندنا خطوات عامة للإندكشن. وفي عندنا بعض الخطوات الخاصة بالمثال. اللي هو كيف أتعامل مع السيجما. كيف اتعامل مع السيجما. في عندنا كمان مثال بس عشان استفيد من مساحه اللوح، مضايقاني شويه المساحه مش مكفيه، فخليني بدي انا افسر بعض الامور تحت المثال نفسه، تحت المثال نفسه. اه برضه هنا صيغه جمع، صيغة جمع ممكن نحولها لصيغة سيجما؟ نعم، لصيغة سيجما. فخلينا نبدأ الحل من هنا. سوليوشن. فالبي اوف ان عندنا الاوبن سنتنس ايش هي؟ 3 زائد 11 زائد 19 زائد زائد 8 ان ناقص 5 بتساوي 4 ان تربيع ناقص ان. مظبوط؟ وبديش نثبتها انها فور اول ان، لكل ان بدها صحيحه. هذا المقدار عباره عن مجموع غير منتهي من العناصر، مش مجموع، عدد كبير من العناصر ممكن نستخدم السيجما. فهذا ممكن اعيد كتابته سيجما جي من 1 لان 8 جي ناقص 5 تساوي 4 ان تربيع ناقص ان. ممكن نعيد كتابته صح ولا مش صح؟ فكي بشوفي، حط جي بتساوي 1 بتصير 3، حط جي بتساوي 2 16 ناقص 5 11، حط جي بتساوي 3 24 ناقص 5 19 وهكذا، وين وقف؟ عند جي بتساوي ان. فهذا تماما. فالمفكوك هو حقيقة المجموع، والسيجما رمز، سيجما رمز للاختصار. اه فبدنا نعرف نتعامل مع السيجما هذه لأنه أداة أساسية في الرياضيات. لو في عندنا مجموع كيف نفك السيجما او نكتب بدلاله السيجما، بدلاله السيجما. فاذا هذا اللي بدنا نثبته، بدنا نثبت فور اول ان بي اوف ان از ترو، والان وين بتنتمي؟ للناتشرال نمبر. مثال زي المثال الاول تماما مع اختلاف بتفاصيل. من نفس النوع. تمام. ففي عندنا الهيكل العام للاندكشن، في خطوتين، الخطوه الاولى وي هاف to show that ايش؟ B of 1 is true. نبدا نشتغل سهلة. B of 1 ماذا تعني B of 1؟ بدلي ان في 1، يعني بدي اثبت انه summation من 1 ل 1 8 جي ناقص 5 بتساوي قديش؟ 4 في 1 ناقص 1، مظبوط؟ 4 تربيع، 4 في ان تربيع اللي هي 1 تربيع ناقص 1. يعني بدي اثبت انه مفكوك السيجما بيساوي 3. طيب نفك من 1 ل 1، يعني فيش الا حد وحيد. عوضي عندي بتساوي 1، 8 ناقص 5 بتساوي 3، ترو، اذا بي اوف 1 از ترو. فاذا بي اوف 1 از ترو. اي سؤال؟ فهذه خطوة أساسية لكن بسيطة، دائما سهل. هذه قاعدة إنه دائما بالبداية
اللي هي ان زيرو، واحنا بدينا انه ناخذ ان زيرو بتساوي واحد للتبسيط، بتكون بهذه السهوله لانه تعويض مباشر. تعويض مباشر. ليش انا لا نشتغل الان الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اللي هي خلينا نكتبها ونشوف كيف نتعامل معها. نعيد الخطوات. بدنا نثبت وي هاف تو بروف ذات بي اوف كي از ترو امبلايز B of K plus 1 is true. تمام؟ واضح؟ بعيد عن الاندكشن، قلنا خطوتين، واحد واثنين. هذه ايش؟ الاندكشن بشكل عام. الآن في هذا المثال، طبعًا أول شيء، هذه جملة شرطية. عشان أبرهنها عن طريق البرهان الرياضي المباشر، بفترض إنه الشرط صحيح، وبأثبت إنه جواب الشرط صحيح، فحنقول له ايش؟ Assume that B of K is true. عملية أساسية وبتكررها جدا، فهذا بنتعلمه بدنا ايش؟ يكون بالنسبة لنا متمكنين منه، وزي ما قلنا هي بنتعلم أساسية مبادئ الرياضيات، كيف بنبدأ البرهان؟ وكيف ايش؟ بننتهي في البرهان، فهذه أول نوع يمكن أسهل مثال حيمر علينا وحيمر علينا كثير، كيف نتعامل مع الجملة الشرطية؟ فأول شيء حقول له أسيوم ذات اللي هو بي أوف كي إز ترو. أسيوم ذات بي أوف كي. طبعا عشان بدي استفيد منها خليني افسرها. ماذا يعني بي اوف كي از ترو؟ بي اوف كي بالكلام هذا ايش معناته؟ هاي بي اوف ان يعني سميشن من واحد لوين؟ لكي. ايش الصيغه العامه؟ 8 جي ناقص 5. ايش بدها تساوي؟ 4 كي تربيع ناقص كي. از ترو. اذا هذا اصبح ايش؟ معي معطى، هذا ساصبح برصيدي ممكن استخدمه وقت ما احتاجه. طب ايش المطلوب مني اثبته؟ انه بي اوف كي بلس 1 از ترو. وي ماست شو ذات بي كي بلس 1 اللي هي نفسرها من 1 لكي بلس 1 8 جي ناقص 5 تساوي 4 في كي بلس 1 الكل تربيع ناقص كي بلس 1 از ترو. إذا ترو. واضح؟ فاحنا بنعيد في قواعد، في هيكلية عامة وفي بعض الخصوصيات. ايش اللي اختلف؟ ايش معنات بي اوف كي في هذا المثال؟ ايش معنات بي اوف كي بلس 1 في هذا المثال؟ لكن الخطوات الرئيسية نفس الخطوات. متابعين؟ نبدأ نشتغل، بدنا نثبت. هذا زي المثال الماضي، في عنا سيجما، نبدأ من الطرف اليسار. ناو. ايش بديت أعمل؟ بديت أعمل المطلوب مني، بدي أثبته. فنبدأ من الطرف اليسار. summation j من 1 الى k بلس 1 8 j ناقص 5 تساوي واحده بس بدي في تعليق بس خفيف ماشي. فدائما وابدا هذه قاعده عامه للاندكشن، عشان اثبت انه بي اوف كي بلس 1 از ترو لازم اكتبها بدلاله بي اوف كي عشان استفيد من الاندكشن هايبوثيس. فهذه خطوه رئيسيه. فاصبح المطلوب مني كيف اكتب الخطوه كي بلس 1 بدلاله الخطوه كي. بدي استفيد من هذا المعطى، بدي استفيد من هذا المعطى. فطبعا بديش اعيد توي كيف بنحاول نكتب السيجما. اخر حد بنفكه لحال، فخلي السيجما لعند الكي زي ما هي مغلقه لعند الكي من 1 لكي 8 جي ناقص 5. طيب وين الحد الاخير؟ اعوض عن جي كي بلس 1 بلس 8 في كي بلس 1 ماينس 5. خطوة بسيطة لازم الكل يعرفها. نعيد كمان مرة. ايش اللي عملناه؟ هي السيجما انا بادية من 1 لكي بلس 1، ممكن افك السيجما بالطريقة اللي بدي اياها، ممكن اخلي اول حد لحال، اخر حد لحال. ايش بدي اعمل؟ السيجما بدل ما هي من 1 لكي بلس 1 حوقفها عند الكي. ايش معناته؟ بدي اعوض كي جي بتساوي كي بلس 1، اخليها لحال، والسيجما الباقي خليها مغلقة، فبدي افتحها بس من اخر حد، بدي افتحها من الاخر، لكن جوا خليها مغلقه زي ما هي. طبعا ايش المعيار ان الشغل صح؟ لو فكيت هذه وفكيت هذه بديني نفس الجي. لو ما فكيتهم بشكل صريح وفصلتها تفصيل بديني نفس الشيء. واضح هذه الخطوه؟ تو عملناها بتفصيل اكثر، بس الان اختصرنا شوي. ممتاز. الان جاهزين نستخدم الاندكشن هايبوثيسيس. ايش بيقول لي؟ وانا حطيته في مستطيل هنا. انه السجمة هذه ممكن استبدلها بمين؟ 4 كي تربيع ناقص كي. اذا هذا يساوي 4
كي تربيع ناقص كي، وهذه زي ما هي بس نبسطها، زائد 8 كي زائد 3. متابعين؟ الكل متابع معي؟ بدناش احنا بدل ما نخلص نرجع، لا خلينا نرجع في النقطة نفسها بكون أسهل لنا. متابعين؟ بنكمل الآن. ممتاز. الآن ما تم علي، خلصت عملية حسابية، وين أنا مطلوب أوصل؟ مطلوب أوصل لهنا. طيب هذه لو أنا اطلعت عليها بالتفصيل، خلينا أبسطها شوية، ممكن أخذ من هنا كي بلس 1 عامل مشترك. خلينا أكتب هنا كي بلس 1 عامل مشترك، مزبوط؟ إيش بتم؟ بتم 4 في كي بلس 1 ناقص 1، صح؟ يعني هذا إيش بده؟ وين رايح أنا؟ لكي بلس 1 4 كي زائد 3. ليش؟ ايش اللي عملته؟ المبدأ اللي حاولت اعلمكم اياه وبدنا نتعلمه مع بعض. واحنا بنشتغل دائما عنا على المطلوب، وين رايح انا؟ وصلت لخطوة قطعت صوت كبير، طيب هل انتهى البرهان؟ بدي اتأكد انه انتهى ولا لا، انه صح، بدي اشوف وين ايش كان مطلوب، بدي اوصل لهنا. ايش اعمل؟ ابسط واخد كي بلس 1 عامل مشترك، انبسط. فهذه تساوي 4 كي تربيع زائد 7 زائد 7 كي زائد 3. فالسؤال، هل هذه بتساوي هذيك؟ ممكن احللها كي بلس 1 في قديش؟ في 4 كي زائد 3. طبعا صح، فكوهم بيطلع صح، مزبوط. اذا انتهى البرهان. الزترو، وبالتالي البرهان انتهى. فهذه خطوات السيجما هي مثالين، فارجو انه الكل يكون عنده المقدره للتعامل مع الاسئله الاندكشن اللي بتتعامل مع السيجما. فهذا اول شيء بنشتغل على الاندكشن، ونوع معين من الامثله اللي فيها سيجما وفيها قانون للجمع بنتعامل معه بهذه الصوره. اي سؤال؟ كي بلس 1 عامل مشترك حللنا. طب ليش كي بلس 1؟ لانه هيو انا عارف وين بدي اروح، اتاكدت بيطلع صح، بيطلع صح، اذا كلامي حلي كله صحيح. فدائما عينك على المطلوب عشان تعرفي حالك وصلتي ولا ما وصلتليش، لانه ايش البرهان؟ بيبدا بالمعطيات، بيمشي خطوه بعد خطوه بشكل طريق منطقي لحد ما ينتهي بالمطلوب، ينتهي بالمطلوب. نشوف كمان مثال، برضو مثال على الاندكشن لكن من نوع اخر، ليس سيجما، وانما بدنا نثبت متباين. الان بدناش نثبت متطابقه فيها سيجما، بدنا نثبت متباين. ففي هذا المثال في عندنا بدنا نثبت انه فور اول ناتشرال نمبر، فور اول ان تنتمي للان، بدنا نثبت بي اوف ان از ترو. وايش البي اوف ان تبعت هذا المثال؟ 3 اس ان اكبر او تساوي 2 اس ان زائد 1. فالآن بدنا نتعامل مع open sentence من نوع جديد، مش متطابقة وإنما متباينة، علاقة أكبر من أو يساوي. نبدأ بالخطوات العامة وبعدين نشوف إيش الخصوصيات الجديدة في هذا المثال. فطبعا solution نبدأ من إيش؟ B of one is true. B of one is true. فمرة تانية في طريقتين للكتابة، يا بدي اكتب وي ونت تو بروف بي اوف كي از ترو، او اكتب بي اوف 1 از ترو احط علامه استفهام. ايش بنفهم منه؟ انه هذا مطلوب مش جزء من الحل، لانه لو قلت بي اوف 1 از ترو خلص الحل، طب وينه؟ ما ثبتيهوش، فبدنا نثبته. فانا اختصارا يا بكتب اي ونت تو بروف ذات بي اوف 1 از ترو، او بقول بي اوف 1 از ترو بحط علامه استفهام، يعني هذا مطلوب، هذا مطلوب. نبدا نفسر، ما هي بي اوف 1 في هذا السؤال؟ 3 اس 1 اكبر او يساوي 2 اس 1 زائد 1، ترو ولا مش ترو؟ بترو، لأنه 3 أكبر يساوي 3. ولا لسه في حد بيشك أنه 3 أكبر يساوي 3؟ حد يقول لي لا، هذه تساوي مش أكبر يساوي. حلينا المشكلة هذه صح؟ لأن هذه أور جزء منها ترو، إذا هي كلها ترو، فخلص بدناش حد يتردد بعدين، فهذه ترو. تمام؟ الآن الخطوة رقم 2 برضو بدي أكتب بشكل مختصر، إيش هي؟ بي أوف كي إز ترو implies B of K plus 1 is true. ايش هذا ماله؟ هذا مطلوب، حط علامة استفهام، علامة استفهام عشان القارئ يعرف انه انت لسه ما بديتيش الحل، بس قاعدة بتفكر انت ايش اللي بدك تعمليه، او بتحط عنوان للخطوة اللي بدك تشتغليها. فأرجو هذه الأمور مهمة جدا،
وأساسية في قراءة البرهان وكتابة البرهان. تقرأ أنت بتعرف تقرأ برهانك لو نسيتي بعد مدة، وغيرك يعرف يقرأ، مصحح كان في المحاضرات المباشرة أو بعد هيك لو بدك تكتبي في أي موضوع، يكون طريقة الكتابة اللي هو حسب الأعراف المتعرف عليها، وبالتالي بتسهل القراءة. لأنه ما بينفعش أبدأ ليش البرهان بالمطلوب، وإنما بقول أنا أنا مطلوب أن أثبت هذا الكلام، I want to prove، أو على أنت استفهام نفس المعنى اختصار. ممتاز. جملة شرطية إيش بنبدأها؟ أسيوم أن الشرط صحيح، أسيوم أن الكونديشن صحيح، أسيوم B of K اللي هي عبارة 3 أس K أكبر أو يساوي 2 أس K ناقص 1 is a plus 1 is it true. تمام. إيش المطلوب؟ جواب الشرط صحيح. We have to prove أو show، كله نفس المعنى، to prove that B of K plus 1 is true اللي هي إيش معناها؟ 3 أس K plus 1 أكبر أو تساوي 2 أس كي بلس 1 زائد 1 إز إترو. واحدة 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 فلقيت في أي طالبة عندها مشكلة في تفسير بي أوف 1 بي أوف كي بي أوف كي بلس 1؟ وضحت هذه؟ هذه أول شيء. تمام. في بعض الامور المتقدمه بس هذا اساس، يعني ما ظنيش انه تمت ايش الامور هذه بدنا نتعلمها. طبعا صحيح انها بسيطه، لكن اللي متعلمهاش مش عارف يشتغل. لو انه عوض بدل كي ان او عوض بشكل خطا او عوض في الكي بلس 1 في مكان خاطئ مش حيعرف يوصل، لانه ايش بكون بيدور على هدف مش هو الهدف الصحيح، بيدور على هدف اخر خطا. تمام. اذا بدنا نثبت هذا الكلام، فهذه متباينه. بدنا نتعلم اليوم مهاره جديده في هذا المثال، في هذا المثال في مهاره جديده، هذه مش سيجما. بدنا نحاول نشوف كيف نتعامل مع المتباينات. طبعا المتباينه ممكن نبدا من اي طرف، بس ننتبه بدنا نبدا نكبر ولا نصغر. بدينا من اليسار بنبدا نصغر العدد عشان نوصل للمطلوب، بدينا من اليمين بنبدا نكبر لحد ما نوصل للمطلوب. خلينا نبدا من اليسار، خلينا نبدا من اليسار. تمام. فالان هذا هو المطلوب، ابدا ابرهنه. ناو 3 اس كي بلس 1 ايش قلنا؟ قاعدة عامة عشان استفيد لازم اكتب الحالة K بلس 1 بدلات الحالة رقم K. ايش الحالة رقم K؟ فيها اللي هو دائما حط، خلينا نحطه دائما بمستطيل عشان ما ننساهوش لانه حنستخدمه. 3 اس K. كيف ممكن اكتب 3 اس K بلس 1 3 اس K؟ عملية من جمع الاسس، فهذه لا ليس الا 3 في 3 اس K. ممتاز. فهذه ايش؟ شفنا السيجما كيف بنحولها، بنفك الترم الاخير في الضرب من ايش؟ قوانين الاسس، جمع للاسس. ممتاز. طيب هل جيت عملنا؟ بدنا نستخدم الاندكشن. الاندكشن ايش بيقول لي؟ 3 اس كي اكبر او تساوي 2 اس كي زائد 1. ايش اللي ممكن اعمله؟ خلينا اذا يمكن للبعض واضحه، للبعض مش واضحه، نعمل هامش. احنا لقيت هذه الخطوه، خلينا اعملها هامش. انا عندي 3 اس كي اكبر او تساوي 2 اس كي بلس 1، هذا معطى صار صحيح. عشان اوصل لهذا ايش بدي اعمل؟ اضرب الطرفين بثلاثة. لو ضربنا متباينة بثلاثة بتحافظ على الترتيب ولا بتعكس الترتيب ولا مالهاش قاعدة؟ بتحافظ على الترتيب لأن ثلاثة موجب. فهذا بيقول لي إنه 3 في 3 اس كي أكبر أو يساوي 3 في 2 اس كي زائد 1. تمام؟ واضح؟ إذا واضح أنتقل هنا. إذا من هذه الخطوة بقدر أكتب هذا إنه هذا أكبر أو يساوي 3 في 2 اس كي زائد 1. مظبوط؟ من وين جبت هذه؟ بالاندكشن هايبوثيس. فهنا احط هنا ايش دليلي؟ اندكشن باختصار هايبوثيس، بديش اكتبها بشكل كامل، فيش وسع كثير. اندكشن هايبوثيس، واضح؟ تمام، عملنا انجاز كبير جدا. طب وصلنا؟ نشوف، احنا وين بدنا نوصل؟ بدنا نوصل 2 اس كي بلس 1 زائد 1 على اليسار، فبادي افكر، ايش علاقة هذا بهذاك؟ خلينا نبسط علاقة الخطوة اللي وصلت لها، المرحلة اللي وصلت لها بالمرحلة المطلوبة. خلينا أبسطها، هذه تساوي 3 في 2 أس كي زائد 3. فك القوس. فك القوس. طبعا ممكن حد يقول لي طب هذه تساوي هذه. صحيح علاقة هذه مع هذه تساوي، لكن علاقة هذه مع الأولى أكبر منها، فأنا بحافظ أنه أنا كأني بقرأ أنه هذه موجودة هنا. تنتين صح لو كتبتوها، بس تنتبهوا انه هذه علاقتها مع هذه تساويها، لكن مع الاولى اصغر منها، فتنتبهوا للعمليه هذه.
واضحه الملاحظه؟ لا. عيد. نكتب ان 3 كيلو زائد 1. واحده واحده. وين هان؟ لا قبلها عند الاكبر. ممكن للتاكيد، بس لو اختصرت مش صح. لما انتقلت من هان لهان، علاقة هذا المقدار بهذا المقدار يساوي ولا أكبر من؟ يساوي. يساوي. طب ليش أنا حطيت أكبر من أو يساوي؟ لأنه هذه إيش مفروض أكون هنا؟ اللي هو الطرف اليساري شغال معه، بس عشان أأكد إنه علاقته الأصل. فهذه تساوي هذه، لكنها أكبر من هذه، أصغر من هذه. بس بدنا ننتبه. إذا حطينا يساوي مش غلط، بس ننتبه. بس يساوي مش مع هذه، يساوي مع اللي قبل، مع الخطوة البينية. ممتاز. إذا نحن هينا هنا، في هنا في المرحلة هذه، وين رايحين؟ على هنا. كيف ممكن اوصل من 3 في 2 اس كي ل 2 اس كي بلس 1؟ بدي ابدل ال 3 ب 2. بينفع؟ بينفع. ليش؟ نكمل الهامش. انا عندي ال 3 اكبر او تساوي 2، مظبوط؟ ولا حدا عنده اعتراض؟ طب اضرب في 2 اس كي. مظبوط؟ لانه برضه موجب 2 اس كي. هذه هي مين؟ 2 اس كي بلس 1. إذا ممكن أبدل هذا المقدار ب 2 اس كي بلس 1 ولا لا؟ متابعين؟ أعيد؟ نعيد؟ لا، ما هو يعني لازم نشرحها الآن. الثلاثة أكبر تساوي 2، متفقين؟ أضرب الطرفين في 2 اس كي، بتصير 3 في 2 اس كي أكبر أو يساوي 2 ضرب 2 اس كي اللي هي 2 اس كي بلس 1 جمع الأسس. إذا ممكن أشتغل هذه الخطوة. بدلت هذا المقدار بمقدار أصغر منه. زائد 3 طبعا، ما كملتش انا، بس وقفت عشان اتاكد. وصلنا، اقتربنا جدا. تم بدل ال 3 بواحد، بينفع؟ بينفع، لانه 3 اكبر من واحد. وهو المطلوب اثباته. فهنا طبعا في شغل اكثر من السيجما، لكن على نفس المبادئ، الخطوات الرئيسيه نفسها، لكن التفاصيل احتاجت بعض المجهود. ودائما انا عندي الاندكشن هايبوثيز هو الاساس، وبعدين بدي اشوف انا ايش اللي بدي اياه، وهل ممكن ابدل او ما بدلش، بسال نفسي، وممكن اعمل بهامش اتاكد ان الخطوه صحيحه او لا. لك كيف الواحد بدلت الثلاثه بعدد اصغر منه، عشان قاعد بصغر. كل مالي بصغر. ثلاثه باصغر منه، بدلت هذا باصغر منه، بينفع، لان انا رايح ايش؟ بصغر المقدار، بصغر المقدار. اي سؤال؟ فهنا بدنا نوقف المحاضره ونستكمل ان شاء الله الساعه 2.